احنا امام المديريه الجهويه ديال التربيه والتكوين بفاس بسبب واحد التعنت ديال احد المؤسسات بفاس اللي تترفض اليوم انها تسلم الشواهد ديال البكالوريا للطلبه الناجحين في الدوره الاولى. وهذا التعنت هذا يعني غادي يخلق واحد الاسباب كبيره بالنسبه للتلاميذ الحاصلين على الشهاده وغيفوت عليهم فرصه الالتحاق بالمدارس العليا، مع العلم انه تسليم هذه الوثائق هو حق دستوري وحق من حقوق الانسان. وما فهمناش علاش هذه المدرسه هذه تترفض رفضا باتا انها تسلم هذه الوثائق ديالهم. وهنا تيحدث واحد التناقض اللي بغينا الجواب عليه من طرف المديريه. فالمديريه نورمالمون هي اللي تتسلم الوثائق للمدارس الخاصه، والمدارس الخاصه تتسلمها للاباء. دابا المديريه يعني تترفض المدرسه، اداره المدرسه تترفض انها تسلم هذه الوثائق للاباء، وهذا مشكل كبير جدا. اللغه النفسيه ديال الوليدات هي نفسيه بطبيعتها متدمره، كاين فقدان ديال الثقه ما بين المؤسسه ديالهم وهما، يعني ما بقاش يثقوا في المؤسسه ديالهم. هذا مشكل خطير. والابناء الان عندهم احلام، عندهم احلام انهم كاين اللي عنده حلم انه يمشي لواحد ليكول او اللي يدير واحد التخصص او اللي يدير واحد التوجه معين، وحنا الان تنحرموهم من هذا الحلم. وهذا هذا الحرمان من هذا الحلم، حتى واحد ما عنده الحق انه يحرم شاب في مقتبل العمر ديالو انك تحرمه من انه يحقق الاهداف ديالو. الا كنا فريمون دي فغي بارون، الا كان هذا المسؤول ان فغي بارون، راه ما خصوش يدير هذا الشيء. بصفتنا ولي امر ديال تلميذه جابت البكالوريا ديالها هذا العام، جيت لهنا كنحتج على عدم تسليم شهاده البكالوريا لبنتي لحد الساعه، رغم ان بنتي زعما قرات وجاهدات وجات هي الاولى في المؤسسه. وبتدخل وجيت وتشكيت النيابه، والنيابه ما خداتليش الحق ديالي، حتى واحد ما جاب لي الحق ديالي. دابا هنايا واش انايا كهنايا انا بنتي ما بغاتش تجي معايا لحقاش، راه مخليتها في الدار متدمره، ما فرحاتش حتى بالفرحه النجاح ديالها، وغتفوت هاد الديلي ديال واحد لانسيتيو باغي يديرها، لانه لو 24 يعني بعد غدا لو ديغنيي ديال ديبو دوسي. دونك الا خد البنت الا ما خداش البكالوريا ديالها هاد النهار هذا، راه مستقبلها غادع. اللي 14 العام هذه وهي كتقرا وهي من الاوائل وكل عام كتجي هي الاولى في الدراسه ديالها، بغاو يدمروها. والنيابه اللي ما خدت لها حقها، وانا كنقدم لك دابا انا راني منفعل بزاف، غنعطي الاخت ديالها اللي عايشه مع هذا المشكل هذا باش هي تعبر لكم على الراي ديالها. حيت بحال هكا كنحسب ليها نضيعو. بنادم هو شحال 12 عام ولا 13 عام هو كيقرا وكيدبر باش يشد هذا الباك ديالو باش يمشي شي مدرسه عليا، وكيوصل وكيخدم الباك، واخا راكم عرفتوا الظروف ديال هذا العام كانت صعيبه بزاف، وخدمات فريمون بزاف اختي، حيت انا عشت مع هذوك الظروف كاملين، خدمات بزاف حتى خدات النقطه الاولى. ومن بعد بغات تفعل واحد ليكول، ديلي هو لو 24، وطلعت باش بغات تاخذ الباك ديالها، قالوا لها لا ما نعطيوكش الباك لاسباب، المهم هما عندهم ماشي مشاكل. انا من عندي ما يدخلوش التلاميذ في هذا الشيء، حيت البنت واش حتى الفوقاش واش هتضيع، سورتو انا جابت النقطه الاولى وهي داخله لهذه المدرسه، يعني مقبوله في هذه المدرسه، والفرحه ديالها ما كملاتش. الاحساس ديالك وانت كتلاميذ؟ صراحة ما عرفتش واش حنا نضيعوا، ما عرفتش شنو كنحس. شي مرات كتجينا حقرة انه نتايا كتقاتل وكدير داك اي حاجة باش توصل داكشي اللي بغيتي، والشي اسباب اللي ما عندهم حتى معنى ما يعطيوكش الباك ديالك. حنا بغينا حاجة وحدة هي الحق ديالها، هذه راه ماشي شي حاجة اللي هذا راه حق ديالها انها تاخذ شهادة الباك باش دير واحد ليكول اللي بغاتها وصافي. وليداتنا قاصة وحنا قاصينا في هذا التعليم عن بعد، وماشي مشكل لان الظرفيه وطنيه وكيعاني منها الجميع في العالم باسره. دونك قلنا في اطار تضامني اننا غنخلصوا 50%. المؤسسه رفضت اي حوار ولا نقاش في هذا الموضوع، كتطالب باداء 100% من المصاريف. بالاضافه لهذا احنا قلنا ان سمعنا بان السيد الوزير قال انه لا سلطه له في الجانب المادي مع ما بين المؤسسه والاباء، ولكن باش ما تكونش السلطه حتى في تسليم الشواهد فهذا خرق صارخ للقانون. لا يعقل ان الناس عندهم البكالوريا وما يقدروش ياخذوا الشواهد ديالهم،
ولا الناس اللي باغيين يغادروا المؤسسه ما عندهمش حق ياخذوا شواهد المغادره ديالهم، خصوصا وان هذه هي الوقيته باش كيتسجلوا الناس في المدارس العليا وباش كيدوزوا لي كونكور، ما يمكنش توقف طريقهم. اللي كنوجهوا للسيد وزير التعليم هو انه خصو يتدخل، وهذا له كامل السلطه في انه يتدخل باش يعاون الاباء ويعاون التلاميذ بالدرجه الاولى، لان هذا حق دستوري ديال التلاميذ وحقهم في انهم يلتحقوا باي مؤسسه بغاو. دابا هذا التاخر والتماطل اللي دايره لنا المؤسسه غادي تضيع لنا فرص تسجل ولادنا، لا اللي مازالين كيتابعوا الدراسه ديالهم في المؤسسه اللي هما كيرغبوا فيها النهار فاش غنبغيو نتسجلوا غادي نلقاو ان البلايص عمرو، ولا بالنسبه لي زيكول سوبيريور بالنسبه لي باشولي عاوتاني غيفوتهم التاريخ ديال المباريات.